أكد وزير الخارجية السيد علي أبو زعكوك اختيار رئيس المؤتمر الوطني العام السيد نوري أبو سهمين نائبا ثالثا لرئيس الاتحاد الأفريقي. وجاء في موقع الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد في دورته العادية 26 والمنعقدة في أديس أبابا قد اختار رئيس دولة تشاد إدريس دبي رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2016، واختار رئيس جمهورية بنين يحيى بوني نائبا أولا، ورئيس جمهورية رواندا باول كاجيم نائبا ثانيا، ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين نائبا ثالثا لرئيس الاتحاد الأفريقي. يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية قد أعلن رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا، وشكل لجنة من رؤساء 5 دول إفريقية لدعم الحوار في ليبيا. وينضم إلينا للتعليق على هذا الخبر وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني الدكتور علي بوزعكوك. في البداية أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك وبقناة التناصح وبمشاهدي قناة التناصح. في البداية أعلنتم سعادة الوزير بأن قد تم اختيار رئيس المؤتمر الوطني العام نائبا ثالثا، هل تم إبلاغكم بذلك بشكل رسمي من الاتحاد الأفريقي؟ أولا الخبر جاء في البيان الرسمي، والبيان الرسمي عادة هو ما يطوي أو ما ينتج عن ختام أعمال القمة. والقمة الأفريقية التي حصلت هي القمة التي انتهت أعمالها البارحة في أديس أبابا. ونحن عندما زرنا في زيارتنا الأخيرة حكومة الإنقاذ بقيادة المهندس خليفة الغويل إلى كل من أوغندا وجنوب أفريقيا، وعد الرؤساء بتبني القضية الليبية وبتبني قضية الحوار الليبي الليبي وبإعادة قضية ليبيا إلى مربعها الأصلي وهو الاتحاد الأفريقي. طيب هل دعيتم في حكومة الإنقاذ أو كرئاسة للمؤتمر الوطني العام لحضور هذه القمة؟ لا، لم ندع لحضور هذه القمة، لأن الدعوات للقمة عادة تأخذ وقت مبكر سواء في قضية الأجندات أو في قضية الحضور. ولكن الرؤساء الذين تحدثنا معهم وعدوا بأن يتبنوا القضية الليبية وبأن يتكلموا عنها، ووعدوا أيضا بدعوة الأطراف الليبية إلى أديس أبابا للوصول إلى نوع من التفاهم والتوافق حول وجود حكومة وطنية ليبية في داخل يعني مظلة الاتحاد الأفريقي. هذه الوعود الحمد لله بدأت في ثمارها، أولها اختيار رئيس المؤتمر الوطني العام الأستاذ نوري أبو سهمين ليكون نائبا ثالثا لرئيس الاتحاد الأفريقي، ثانيها تكوين اللجنة الأفريقية من 5 رؤساء لتعود أفريقيا للعب دورها الرئيس والمهم في حلحلة القضية الليبية وفي إيجاد ما يمكن أن نسميه حكومة توافق وطني حقيقي بين المؤتمر الوطني العام وبين مجلس النواب. وفي نفس الوقت كان القرار المهم جدا وهو رفضهم لأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، وفي نفس الوقت رفضهم للتدخل الخارجي من الدول الأجنبية يعني محاولة تأثير في مستقبل ليبيا. طيب سعادة الوزير، يعني مما هو معلوم أن المجتمع الدولي يعترف فقط بمجلس النواب في طبرق كممثل أو كجهة تشريعية وحيدة أو كممثل للشعب الليبي، هل تعيين يعني رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين كنائب ثالث لرئيس الاتحاد الأفريقي يعتبر اعترافا من الاتحاد الأفريقي بالمؤتمر الوطني العام، وبالتالي ربما الآن هناك انشقاق في المجتمع الدولي إن صح التعبير؟ لا، لماذا لا تعود إلى النظر إلى أن الاتحاد الأفريقي احتفى بحكم المحكمة الدستورية الذي جعل من المؤتمر الوطني العام الجهة الشرعية الدستورية التي تحكم ليبيا، والحكومة المنبثقة هي الحكومة الليبية الشرعية. هذا من الناحية الدستورية، يعرفون حكم المحكمة الدستورية. وفي نفس الوقت نحن نقول بأن ليست دخول الاتحاد الأفريقي للاعتراف بالمؤتمر الوطني هو
العودة إلى الشرعية، لو المربع رقم واحد في الشرعية. وفي نفس الوقت هذا سيبني على أساس أن نحن في حكومة الإنقاذ الوطني وفي المؤتمر الوطني سنعمل على سد اللحمة، وقد أبلغناهم على لقاءات سيد نور بسهمين وعقيلة صالح في كل من مالطا وفي عمان، لقاءات رئيس الوفد التفاوض الليبي دكتور عوض عبد الصادق وزملائه للسيد إبراهيم عميش وزملائه في تونس، وبداية الحوار لإيجاد يعني ما يمكننا نسميه طريق الليبي لحل حالة الأزمة الليبية. فإذا لا أعتقد أن نحن نريد أن نخفي أحدا، أعتقد أن الرؤساء الأفارقة في مثل هذا العمل يريدون أن يخفوا أحدا، ولكنهم يبينون أن إذا كان المجتمع الدولي لا يريد أن يعترف بحقيقة الأمر أن المؤتمر الوطني العام هو مؤسسة شرعية أساسية اختارها الشعب الليبي وأيدتها المحكمة الدستورية، وأن حكومة الإنقاذ هي حكومة شرعية تنبثق عن مؤتمر يمثل الشعب الليبي. هل طرحتم في زياراتكم إلى الدول الإفريقية التي ذكرتها موضوع حكم المحكمة الدستورية وكونه يعني يرجع السيادة للمؤتمر الوطني العام؟ حكم المحكمة كان أحد القضايا التي طرحت في لقاءاتنا مع زعماء الأفارقة، ولكن كانت أيضا القضية الأساسية التي كنا نحاول أن نطرحها عليهم هو أننا لا نريد من ممثلي موظفي الأمم المتحدة سواء كان ليون أو كوبلر أن يعيثوا في ليبيا فسادا، وأن بينا لهم عيوب ملتقى الصخيرات، وأن الذين وقعوا وثيقة الصخيرات ليس لديهم أي نوع من الشرعية الدستورية القانونية لتمثيل الشعب الليبي لتقبلهم لتوقيع على هذه الوثيقة. وفي نفس الوقت قلنا لهم أن نحن نبحث على حل هذه القضية الليبية، ولسنا نريد إقصاء أحد أيا كان هذا الأحد إلا الذين تعدوا على حرمة الدولة الليبية وأجرموا في حقها ودمروا مدنها وقتلوا ناسها وشردوا أهلها. هؤلاء نعتبرهم سواء كان حفتر ويعني عصاباتي أو كانت عصابات داعش السرطانية، نعتبرهم هؤلاء خارجين عن السلطة الدولة الليبية، ويجب التصدي لهم، وعلى العالم أن يساعدنا على التصدي لمثل هذا الإرهاب سواء كان من جرائم حفتر أو من جرائم داعش. نعم، في نفس السياق ربما القانوني، هل هناك دور ما لقضية المحكمة الدستورية الإفريقية؟ لأن هناك بعض الجهات الليبية من تحاول يعني رفع قضية أو رفع قضية هذا الحكم، حكم المحكمة الدستورية الليبية، إلى المحكمة الإفريقية من أجل أن يكون هذا الحكم يعني ربما عالمي. بالتأكيد أن من حقنا كمواطنين ليبيين وكأبناء لثورة 17 فبراير أن نتخذ كافة الوسائل المتاحة لنا السلمية والشرعية لنعرض قضيتنا ولنحاول البحث على حلفاء ومؤيدين لنا. هذا أمر يعني لا يستطيع أحد أن يمنعنا أو أن يحرمنا منه. يعني في نفس السياق، سياق البحث عن حلفاء ومؤيدين، هل ستبنون على هذه الخطوة ربما الإيجابية بالنسبة إليكم؟ وما هي خطتكم في المستقبل لمزيد من التواصل سواء مع الدول الإفريقية أو غيرها؟ نستعد الآن، جاءتنا دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لزيارة أديس أبابا ووفد حكومة الإنقاذ، سيكون هناك قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور علي أبو زعكوك، رئيس أو وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر.